طبعا ما فيش شك انه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بيحاول انه يشتت الانتباه بعد فشله في تحقيق اهدافه في قطاع غزه، وخلال طول فتره الحرب بيثبت نتنياهو انه مش مهتم اصلا بعوده المحتجزين الاسرائيليين احياء طالما ده بيتعارض مع مصالحه الشخصيه. نقدر نقول ان كده نتنياهو شايف ان تحقيق مصالحه الشخصيه اهم من انقاذ حياه المحتجزين. الحقيقه ده بيخلينا نتساءل عن اهدافه الحقيقيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور احمد سيد، احد المتخصصين في العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. اهلا بيك بسنت واهلا بيك محمد. صباح الخير. اهلا بيك يا فندم. يعني بالرغم من الاحتجاجات والمظاهرات في مدن كثيره في اسرائيل، و يعني الشعب الاسرائيلي او قوات الاحتلال يعني هم بيطالبوا بابرام صفقه تبادل ما بين حماس واسرائيل، لكن نتنياهو لا يهتم بعوده المحتجزين الاسرائيليين احياء، بالرغم كمان من ان حماس قالت انه هيتم التعامل مع المحتجزين في حال وصول قوات الاحتلال إلى المحتجزين. النهاردة ليه هو مش مهتم بعودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء؟ في الواقع بسنت أن نتنياهو منذ الحرب على غزة وهو يكذب ثم يكذب ويتنفس الكذب، والرجل أصبح يصدق ما يكذبه، العالم كله بدأ يكذبه، حتى حلفائي الجانب الأمريكي بدأ يعرف أن نتنياهو يكذب وأن نتنياهو يعرقل أي مفاوضات للتوصل للاتفاق. الرئيس بايدن قال منذ أيام أن نتنياهو لا يفعل ما يكفي للوصول للاتفاق، هذا يعني اعتراف بأن نتنياهو يعرقل كل اتفاق وأنه لا يبالي بالأثر. حتى الداخل الإسرائيلي، حتى المتظاهرين والاحتجاجات غير المسبوقة، هم يدركون أن نتنياهو لا يكترث بأية بأرواح هؤلاء المحتجزين، لأنه لو أراد إعادتهم أحياء لما كان تعنت في المفاوضات السابقة، لأنه كلما كان هناك اقتراب من حل القضايا العالقة والتوصل للاتفاق نتيجة الجهود المصرية الحثيثة مع الشركاء في قطر وأمريكا، يقوم نتنياهو بافتعال الأزمات ويقوم بوضع الشروط التعجيزية ويفشل المفاوضات، وهو ما أدركه الداخل الإسرائيلي، ولذلك خرجت الأصوات وأيضا الجيش الإسرائيلي وهم يعرضون أيضا ما يقوم به نتنياهو. أنا في اعتقادي أن نتنياهو لا يكترث تماما بحكاية الأسرى أو الرهائن الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية. نتنياهو لديه مخطط خبيث، نتنياهو هو يريد استمرار في الحرب بأي ثمن، يريد إطالة أمد الحرب، هو يعرف أن وقف الحرب تعني محاكمته ومحاسبته وانهيار هذا اليمين الائتلاف المتطرف. أنا في اعتقادي أن أكاذيب نتنياهو وادعاءاته وعرقلته ضد مصر وغيرها هذا بيرجع لعدة أسباب. السبب الأول كما أشرنا وهو أنه يريد عرقلة أي اتفاق وضرب وتوجيه ضربات استباقية لأي جهود تقوم بها مصر مع الشركاء للتوصل إلى اتفاق. السبب الآخر الثاني وأنا في اعتقادي السبب الحقيقي هو أن اليمين المتطرف في إسرائيل نتنياهو وسموتريتش وبن غفير جن جنونهم، هم أصابوا بحالة من الذهول والصدمة واليأس نتيجة للموقف المصري الصلب الذي شكل صمام أمل للقضية الفلسطينية. كانوا يعتقدون أن سيستخدمون 7 أكتوبر ويقومون بتنفيذ مخطط خبيث وهو تهجير الفلسطينيين قسرا عبر معبر رفح ومحور فيلادلفيا صلاح الدين إلى مصر، وبالتالي التخلص من القضية الفلسطينية وتصفية القضية، لكن مصر وقفت حجر صلب، جهضت هذا المخطط، كشفته، حشدت العالم ضده، ومن هنا دائما هذا اليمين المتطرف ونتنياهو يصاب بالجنون وكل فترة يقوم بادعاءات ومزاعم وهزيان ضد مصر، تارة بتهريب الأسلحة. وعندما قام بهذا الكلام وهو في المؤتمر الصحفي ردت عليه القناة 12 الإسرائيلية وقالت أن الأنفاق بين مصر وغزة لم تستخدم منذ أكثر من 8 سنوات. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يكذب والعالم كله بات يؤكد أنه كاذبا وأنه يتخذ هذا كله ذريعة للبقاء في غزة. مصر ترفض وجود هذه القوات لأن مصر لا ترفض إعادة احتلال غزة مرة أخرى، ولا تريد إعطاء شرعية لهذا الاحتلال سواء في فيلادلفيا أو في نتسريم أو في معبر رفح، لأن غزة هي أرض فلسطينية، غزة جزء من الدولة الفلسطينية، وبالتالي نتنياهو يريد تقويض أي مقاومات وهو يصب الجنون، وكلما مر الوقت وأكثر من 11 شهر من القتل والدمار للفلسطينيين لم يحقق أي أهداف، حتى الأهداف التي أعلنها سواء فيما يتعلق بتحرير الرهائن والمحتجزين أو فيما يتعلق بالقضاء على المقاومة. المقاومة الآن في كل أنحاء غزة مرة أخرى. طيب من يسأل نتنياهو في الداخل الإسرائيلي دلوقتي عن عدم تحقيق أهدافه طول 11 شهر؟ يعني هل الأمر كله بإيد نتنياهو؟ فين يوقف جالنت؟ فين
المسؤولين في 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 اسرائيل، هل هيتركوا الامر زي ما هو، في حين انه زي ما بنشوف طبعا خلال عمليات القصف بيموت عدد كبير من المحتجزين؟ واضح ان نتنياهو كل ما يهمه الان هو ارضاء اليمين المتطرف والحفاظ على الائتلاف الحاكم سموتريتش وبن غفير وحزبيهما، والحفاظ على 64 مقعد في الكنيسة الاسرائيلي، لان هي بيدها القرار السياسي في اسرائيل. الان هناك حاله انقطاعات شديده سواء داخل الجيش، الجيش الاسرائيلي لا يريد حتى في محور فيلادلفيا، لانه يدرك ان هذا مثير مخاطر امنيه، وبالتالي هناك معارضه لما يقوم به نتنياهو، وكل والداخل الاسرائيلي اصبح الان وهذه المظاهرات الضخمه. انا في اعتقادي ان نتنياهو يريد الابقاء على حاله الحرب وتلازمات الحرب، لانه يعرف انه يعني سيكون غدا في المحاكمه، سيكون غدا في السجن بسبب هذا الفشل، بسبب هذا عدم الاكتراث بهؤلاء الرهائن. كان يمكن استعدادهم، يعني الرهائن السته الذين تم استعدادهم الاسبوع الماضي قتلى كانوا ضمن القوائم التي سيتم تبادلها، وبالتالي هذا جعل الجميع يدرك ان نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب لمصلحه شخصيه، لمصلحه سموتريتش وبن غفير. هناك امر اخر ايضا، هناك قناعه داخل الان قطاع في اسرائيل ان هذا اليمين المتطرف يقود اسرائيل الى الهويه، هو يريد اشعال الحراك، يعني الان في غزه ثم الان يشعل الضفه الغربيه ثم يخرج سموتريتش ويقول بن غفير ويقول انه سيكون كنيسي يهودي. ماذا يعني هذا؟ يعني ان هذا هذا اليمين المتطرف من ابناء او تلاميذ كهانه المتشدد المتطرف المعروف هم يريدون اشعال المنطقه، وبالتالي قضيه الاسرى او المحتجزين ليست في بالهم. هناك الان امتعاض، اسرائيل الان تتحمل عبئا كبيرا حقيقه، هناك خسائر كبيره، خسائر اقتصاديه، توقف الاستثمارات، هناك هجره عكسيه من داخل اسرائيل الى الخارج، هناك توقف السياحه، هناك حاله من الاستنفار، هناك اللاجئين في الشمال اسرائيل، كل السكان لاجئين الان، وفي الجنوب، كل هذا جعل هناك حاله من الوطأه وحاله من العبء وحاله من القناعه والادراك بان هذا يستمر في الحرب لمصالح شخصيه ولا تحت زعم امن اسرائيل، لكنه يورط اسرائيل، يقود اسرائيل الهويه، اسرائيل الان تدفع ثمن، وبالتالي انا في اعتقادي ايام هذه الحكومه هي معدوده وسيسقط وسيحاكم نتنياهو وسموتريتش وبن غفير على هذا هذه السياسه وعلى هذا التوريط وعلى ما قام به من سياسات ادت الى مقتل هؤلاء الرهائن، وادت الى تعريض امن اسرائيل ايضا للخطر، وادت الى اشعال المنطقه وعزله اسرائيل دوليا. اسرائيل الان اصبحت دوله منبوذه، كانت تقدم نفسها انها دوله ديمقراطيه حضاريه، الجيش الاكثر اخلاقا، الان العالم كله راى بالصوت والصوره وما قام به من قتل النساء والاطفال في غزه، 15,000 طفل شهيد، 15,000 من النساء، تدمير كامل، 20% من سكان قطاع غزه ما بين مفقود وما بين مريض وما بين شهيد، هذا يعني ماذا؟ يعني ان اسرائيل اصبحت الان معزوله دوليا، وكل هذا نتنياهو يستمر للحفاظ على منصبه والبقاء في السلطه لاكبر فتره ممكنه للنجاه من العقاب ولمزاعم وهزيان، ولذلك سيظل نتنياهو في هذا الهزيان وهذا الادعاء ضد مصر، لان مصر ستظل هي السند الاساسي للقضيه الفلسطينيه، هي القلب الصلب، هي الداعم الاساسي على كل المسارات السياسيه والامنيه والسياسيه، وهذا ما يجعل نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف يصابون بهذا الجنون وهذا الياس ويقومون بعرقله كل اي جهود نحو المفاوضات. بالتاكيد شكرا لحضرتك دكتور احمد سيد احمد، المتخصص في العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات، كل الشكر ليك.